لأنه يحكم الدولة الأقوى والأكثر تأثيراً، فهو بلا شك يحتاج لحماية استثنائية. الرئيس الأمريكي، حيث وضعت نخبة الصناعات الأمريكية خبرتها لحمايته وتطوير السيارة الرئاسية على مدار السنوات. سنستعرض اليوم النسخة الأجدد للسيارة الرئاسية، الوحش. السيارة صنعت من قبل شركة جنرال موتورز، وهي من فئة كاديلاك، بلغت كلفتها 1,500,000 دولار. تتميز بخصائص فريدة من نوعها، وتعتبر ركنة عسكرية متنقلة. يصل وزنها إلى 8 أطنان، أي بوزن الفيل الإفريقي تقريباً. السيارة الرئاسية مصفحة كالمدرعات والدبابات، ومجهزة ببنادق حربية وقاذفات مسيئة للدموع، وهي مضادة للرصاص وحتى العبوات الناسفة، كما أنها مجهزة للحماية من الهجمات الكيماوية والجرثومية. وتأتي السيارة مع ثلاجة مليئة من فئة دم الرئيس وأنابيب أكسجين تكفي لساعات، ذلك تحسباً لتعرضه لأي إصابة. أبوابها ثقيلة جداً، إذ يزيد سمك الباب الواحد عن 20 سنتيمتر. خزان الوقود يحتوي على مادة كيميائية تمنعه من الانفجار. أما هيكلها من الأسفل فيتمتع بجهاز معدني يقيها من أي اعتداء ومهما كان حجمه. هذه السيارة الرئاسية زودت بأنظمة إلكترونية ونظام اتصالات مرتبط بأقمار صناعية، ليبقى الرئيس على اتصال مع العالم الخارجي، وقادراً على إرسال الرموز اللازمة لإطلاق الأسلحة النووية. وهنا دعونا نلقي نظرة تقريبية من الداخل. سيارة الوحش تنفرد بمقاعد واسعة ومريحة، فهي تبدو كمكتب مصغر من البيت الأبيض. ويتحول السائق الذي يتبع الأمن الرئاسي السري إلى ممرض في حالة الطوارئ، فهو مدرب على الإسعافات الأولية. هذه الفئة من السيارات الرئاسية يمنع بيعها لأي شخص كان، لأنها تمثل سراً من أسرار الدولة الأمريكية وأمنها القومي. وبقدر ما توفر هذه السيارة من حماية لركابها، فهي تبين مدى أهمية صناعتها، فهي عظيمة لبلد عظيم.